ما حكم من يؤدي خدمة للناس واسطة مقابل وعد بالتصويت له في انتخابات مجلس الأمة؟ يا جماعة فكونا من الانتخابات، يعني انتخابات أفسدت على الناس دينهم، يبيع ذمته عشان انتخابات، يرشي الناس عشان انتخابات، يكذب عشان انتخابات، يحلف زور عشان انتخابات. ماشي انتخابات زينة يعني وكذا، لكن مو ما تخسر دينك عشان انتخابات، سواء كنت مرشحا أو منتخبا. نتقي الله في هذه المسألة، نجمع أن نخاف الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. نجح فلان ولا علان وبعدين يعني شو يصير؟ يعني شو مو صاير رئيس دولة، هو أقصى عضو مجلس أمة أو عضو جمعية أو عضو مجلس بلدي أو مدري بعد انتخابات نادي أو شيء، بعدين يعني نتقي الله تبارك وتعالى. واحد يقول والله حلفني بالطلاق اني انتخبه، والثاني يقول اقسمت على المصحف اني انتخبه، واحد حلف على المصحف بالحمام، واحد يدفعوا له فلوس، واحد شو الكلام هذا عشان انتخابات؟ يعني نرتقي بانفسنا قليلا، يعني نرتقي بانفسنا. تشوفه صالح اعطى الصوت، مو صالح لا تعطي الصوت، انتهى الامر. اما ابيع ذمتي مقابل 200 دينار أو 2000 دينار، بغض النظر صعد نزل المبلغ على شنو؟ ورزقك مكتوب، هذه 2000 بتجيك قصبا على أكبر خشم إذا كان الله كاتبها لك، وإذا الله مو كاتبها لك والله ما تأخذها ولا تتهنى بها. إذا الله مو كاتبها لك، وين إيماننا؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. لأجل انتخابات باع الناس دينهم، يدفع رشوة، يكذب، يغش عشان انتخابات. نترفع عن هذه الأمور، تبي تنتخب انتخب، بس لا قالك احلف انك تعطيني، قول خليك صريح، قول ليش احلف، خلاص انا اعطي الكف انت او غيرك، خلاص انا هذه ذمتي، انت مالك شغل فيني، خلاص انتهى الامر، خليك صريح واجه، ما أقدر وما أقدر، وهذا من قبيلتي وهذا سني وهذا شيعي وهذا حزبي وهذا مو حزبي وهذا يصير لي وهذا ما يصير لي وهذا منطقتنا وهذا خدمني وهذا، ما يجوز. يجب أن تتقي الله تبارك وتعالى، تعطي الأصلح، لا يجب أن تعطي هذا لأنه قريب، ولا يجب تعطي هذا لأنه قبيلي من قبيلتك، ولا هذا لأنه جارك، ولا هذا لأنك وعدته، ولا هذا لأنه أخدمك، ما يجوز. فلنتق الله تبارك وتعالى في هذه شهادة، وإذا أعطيته شهادة زور ستحاسب عليها عند الله، هو استفاد في هذه الدنيا وانت أكلتها، يعني ستحاسب على هذا الأمر الذي فعلته. فلنتق الله تبارك في هذا الأمر، الله المستعان.